في وادي وصحراء محافظة حضرموت تزهق أرواح العشرات نتيجة لحوادث المرور، ويتعرض آخرون لإصابات غير مميتة، ويصاب العديد منهم بالعجز نتيجة ذلك. فالحوادث المرورية في وادي وصحراء المحافظة ازدادت بشكل كبير في النصف الأول من العام الحالي، إذ بلغت 150 حادثا مروريا توفي منها 34 حالة. الحوادث المرورية التي حصلت في إطار مديريات الوادي والصحراء خلال الفصل يعني النص الأول من 2018 بلغت حوالي 150 أو أكثر قليل، منها حوالي حوادث وفيات 34 وفية خلال النص المنصرم من 2018. طبعا هذه الحوادث اللي تم الإبلاغ عنها والذي قيدت عندنا في سيل الحوادث. الازدحام الشديد التي تشهده مدينة سيئون في الآونة الأخيرة، وتخطي أصحاب المركبات لحدود السرعة القانونية، وكثرة التجاوزات الخاطئة أثناء السير، بالإضافة للالتزام بقواعد السلامة والقيادة بدون تركيز، كلها أسباب أدت لزيادة الحوادث، إضافة إلى ضعف إمكانات إدارة المرور بالوادي والصحراء ونقص الأفراد والدوريات وسيارات الرفع التي لا توجد سوى واحدة وهي خارج الجاهزية. الصعوبات لدينا كثيرة، منها نقص الأفراد، نقص المعدات. تصور أن مديريات الوادي والصحراء أكثر من 300 كيلو متر لا يوجد بها غير دورية واحدة وسيارة ونش شبه منتهي أو أنه يعني خارج الجاهزية. لسائقي الدراجات من هذه الحوادث نصيبهم، إما يرتكبونها بأنفسهم أو يتسببون بها في شوارع المدينة، وهو ما يشكل خطرا على المارة والسيارات في الوقت نفسه، خصوصا في ظل غياب قانون ينظم عمل الدراجات ويحد من حوادثها، وغياب الطرق المخصصة لأنواع المركبات والتي منها الدراجات. غالبية الحوادث التي يتعرض لها سائقي المركبات ناتية عن عدم الالتزام بالأنظمة واللوائح المرورية، مما جعلها في ازدياد مستمر، وهو مؤشر خطير لإزهاق الكثير من الأرواح. حداد مساعد، قناة بلقيس، سيئون، حضرموت.